صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وقبل ما نبدأ برنامج صحة وسعادة، أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي في التنسيق والمتابعة من إذاعة نور دبي. بيكون اليوم معنا الزميل أحمد سلامة، وكذلك يرافق زميلنا ماجد الجناحي، واليوم في الإخراج بيكون معنا مخرجنا ناصر السليمي، وبكون معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي. يسعدنا مستمعينا الكرام دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا في برنامج صحة وسعادة على الأرقام التالية 600-55-1414، لرسائلكم النصية القصيرة 4006. اليوم في فقرات برنامج صحة وسعادة بنتناول مثل ما عودناكم آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشؤون الصحية. واليوم موضوعنا الرئيسي في برنامج صحة وسعادة بيكون عن سرطان عنق الرحم وأهمية التطعيمات للنساء قبل الزواج. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن الفرق بين العصير والنكتار والشراب، يعني معلوماتنا اليوم بتكون إن شاء الله معلومات قيمة ومفيدة. أتمنى أنكم تستفيدون من فقرات برنامج صحة وسعادة لليوم. خبرنا لليوم يقول: إجهاد الأم سبب لمشاكل الطفل السلوكية. أجرى باحثون من جامعة لايزيغ الألمانية دراسة عن تأثير الضغوطات اللي تتعرض لها الأم على نمو الأطفال خلال السنوات العشر الأولى من حياتهم، وسعى البحث لتقييم العواقب طويلة المدى لإجهاد الأمهات على صحة الأطفال. ووجد الباحثون أن الأمهات اللاتي عانين من مستويات عالية من التوتر مثل القلق وفقدان الفرح كن أكثر إبلاغاً عن حدوث مشاكل سلوكية لأطفالهن في سن ما بين 7 إلى 10 سنوات، ويبدأ هذا الإجهاد منذ مرحلة الحمل. وأظهرت النتائج أن وجود بيئة تخفف التوتر يساعد على تقليل هذه المشاكل السلوكية مثل المراكز الاجتماعية في المنطقة أو وجود أشقاء. كما أظهرت النتائج أن الأطفال الذين لديهم إخوة أو أخوات أكبر هم أقل عرضة للمشاكل السلوكية بسبب التفاعل مع أشقائهم الأكبر سناً، حيث يعمل ذلك على تطوير المهارات العاطفية للأطفال بشكل أفضل وتنمية قدرتهم على تبني منظور ومهارات جيدة لحل مشكلاتهم. هذا كان مستمعين الكرام خبرنا لليوم، وبنتقل معاكم الحين لفقرة السوشيال ميديا اللي عودناكم عليها مع زميلتنا أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي، اللي تحدثنا دائما عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحت والله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، خبرينا شو عندك مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي كانت تصنف قنوات التواصل الاجتماعي، وصلتنا بعض الاستفسارات بخصوص ما جدري القردة، وحب أقول للجمهور أن كل المعلومات موجودة في الانستغرام في الدليل كامل اللي حاب يوصل الدليل، إما من خلال موقع هيئة الصحة بدبي اللي هو dha.gov.ae، وفي قسم خاص بالمعلومات أو الأشياء الطبية أو الصحية، أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل تدخلون الانستغرام موجود الجايدلاين في الهايلايت، يعني من يدخلونه بيحصلون ثلاث دواوير تحت، واحدة منهم مكتوب عليها جدري القردة، هي بتحتوي على الدليل الإرشادي أو التوعوي الخاص بمرض جدري القردة، بس يضغطون على الرابط وراح يحصلون الدليل كامل عندهم في التليفون. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في الهايلايت اللي هو دليل فترة الصيف، اللي كنا حاطينه أيضا قناة التواصل الاجتماعي ممكن يضغطون عليه. الدليل دامنا نحن طلعناه الباحث مع بداية موسم الصيف، يحتوي على مجموعة من الأشياء مثل موسم السفر وكوفيد 19،
أيضا هناك معلومات عن التغذية الصيف، في معلومات عن الماء والصيف، معلومات عن النوم، شهمية النوم، أيضا الرياضة والعناية بالبشرة، لأن بعض الأشخاص يعانون من بعض المشاكل في البشرة خلال فترة الصيف. وأيضا هناك معلومات عن الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وأيضا هناك شق خاص أو قسم خاص في الكتيب عن الأطفال والصيف، وأيضا هناك عن الحوادث المنزلية التي تستوي في فترة الصيف بما أن الأهل موجودين في البيت وماشي بدارف. وأيضا هناك معلومات جميلة عن اكتئاب الصيف بعض الأشخاص اللي عندهم، في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع موجود في الكتيب. وأيضا آخر شيء التدابير الاحترازية والوقائية خلال الكوفيد موجودة في هذا الدليل. فالدليل اللي موجود في قنوات التواصل الاجتماعي تقريبا هو 11 قسم، وكل قسم والكلام كله مبسط وأغلبه بالصور وجمل بسيطة. فنتمنى من الجميع أنه يعني يدخل قنوات التواصل الاجتماعي وراح يحصل الدليل أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة في الهايلايت. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن قاعدين نسويها، نحن نعزز دائما الاشخاص يستخدمون القنوات الذكيه، لذلك دائما بشكل مستمر نحط معلومات عن الخدمات الذكيه. ودام بعد شفنا وايد رسائل جميله عن خدمة الطبيب لكل مواطن، ونحب نقول حق الاشخاص اللي بعدها ما استخدموا خدمة الطبيب لكل مواطن، الخدمه وايد سهله، كل اللي عليهم أن يكون عندهم تطبيق هيئة الصحة بدبي في تليفونهم. وأيضا يعني الأشخاص اللي ما عندهم مثلا أكاونت خاص في التطبيق، إذا كان عندهم UAE Pass يقدرون يشبكونها دايركتلي مع هذا التطبيق UAE Pass، يدخلون على التطبيق يستفيدون من خدمات، لأن تطبيق هيئة الصحة مرتبط أيضا بال UAE Pass. الخدمة بس اللهم يسيرون شيء، يكون يضغطون على خدمة طبيب لكل مواطن يختارون الخدمة، وأيضا راح يشوفون أن كل الأطباء الموجودين أوقاتهم في شفت الصبح وشفت المساء، وكل هالمعلومات متوفرة وكلها بضغط الزر. أيضا من ضمن الخدمات اللي نحن نأكد عليها هي خدمة الحصول على الإجازة المرضية، هي موجودة أيضا في التطبيق. بعض الأشخاص يسألون في المراكز أنه وين نحط خدمة الشهادة المرضية، وين ورقة الشهادة المرضية، بما أن نحن حكومة لا ورقية، فجميع الإجازات المرضية كلها موجودة أيضا في تطبيق هيئة الصحة بدبي. فتطبيق هيئة الصحة بدبي يحتوي على الكثير من الخدمات التقنية اللي الواحد ما يحتاج أيضا في بعض المراكز، ما يحتاج حتى أنه يمر بالتسجيل، يقدر يسوي تسجيل من خلال التطبيق. فهناك كثير من الخدمات، لكن نحن ننصح الجميع أنهم يحملون تطبيق هيئة الصحة بدبي ويستفيدون من الخدمات الإلكترونية اللي موجودة، لأنها كثيرة ومتعددة، وممكن أيضا يضيفون أشخاص تحت ملفهم في التطبيق. فإذا واحد عنده عياله مو بلازم كل واحد يكون عنده تطبيق، لكن ممكن يضيفهم لملفه في التطبيق نفسه. تقريبا هالأشياء حكينا بقى نأكد عليها، وأيضا نحب نأكد على الجميع أهمية شرب الماء في فترة الصيف قبل ما نختم، ونتمنى لهم صيف أكثر صحة وسعادة. نعم، شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي على هذه المستجدات اللي خبرتينا عنها، شكرا لك. مثل ما تعرفون مستمعين الكرام، دائما في فقرة السوشيال ميديا أسمى تغطي لكم الأشياء اللي موجودة عنا على قنوات التواصل الاجتماعي، لأن في ناس يمكن مو بالقناة المفضلة لهم أو الوسيلة المفضلة لهم أنهم يعرفون الأخبار من قنوات التواصل الاجتماعي. في معظم الأشخاص يأخذون معلوماتهم الطبية والصحية من الإذاعة، وفي ناس تأخذها من التلفزيون، وفي ناس تحب تأخذها من قنوات تواصل اجتماعي معينة. فنحن نحب دائما نذكركم بأن نحن هيئة الصحة بدبي موجودين على تطبيق إنستغرام، تويتر، لينكدين، في كل مكان بتحصلونا، في تيك توك، فحسابنا اللي عليه تفاعل كبير اللي هو حساب الانستغرام اللي نحط فيه كل المعلومات الصحية. ومثل ما ذكرت أسماء أيضا معلوماتكم أو الدليل حول جدري القردة بتحصلونه أيضا موجود في حساب هيئة الصحة بدبي. والحين نزلنا أيضا يعني معلومات جديدة حول الصيف بتحصلونها في الدوائر الصغيرة اللي تحت الحساب اللي هو الستوري الصغير، بتحصلون معلومات الصيف كلها موجودة هناك، وكل المعلومات اللي تهمكم وتهم أسرتكم. وأيضا أحثكم مستمعين الكرام على تنزيل تطبيق هيئة الصحة بدبي، نزلوا التطبيق DHA، لازم يكون عند كل الموجودين الصراحة في دبي وتعاملون مع جميع المراكز الصحية الموجودة في إمارة دبي. تقدرون من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أنكم تتبرعون بالدم من خلال خدمة دمي، أيضا تقدرون تحصلون كل تقاريركم الطبية من خلال
أيضا تطبيق DHA، وكذلك تقدروا من خلال هذا التطبيق أنكم تطلبون خدمة طبيب لكل مواطن، لكل الأشخاص اللي حابين يأخذوا مواعيدهم بس أونلاين، ويستفيدوا من خدمة طبيب لكل مواطن اللي كان لها يعني دور كبير أيضا أثناء الجائحة، أو إذا في أشخاص مو بحابينهم يروحون العيادة ويمكن يلقطون فيروس أو يتعبون، إذا هم يعني تعبانين شوي يقدرون يأخذون أيضا مواعيدهم عن طريق طبيب لكل مواطن في DHA app، تقدرون أنكم تأخذون موعد وكذلك تواصلون مع طبيبكم مباشر من خلال الهاتف. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لليوم اللي عودناكم عليها كل يوم، في هذه الفقرة اليوم بنتكلم عن السوائل وأهميتها، وكذلك كيف ممكن نحن نفرق بين القيمة الغذائية للشراب أو النكتار أو العصير. وفي هذه الفقرة يسرني أن تكون معنا اليوم الأستاذة لمية مصطفوي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة لمية. صباح النور، حيث يعطيك العافية. الله يعافيك، يا هلا فيك في البرنامج ومنورة البرنامج، من زمان ما طلعت معك على الهواء. حبيبتي يعطيك العافية. تسلمين أستاذة لمية. كيف نحن في بداية يعني الفقرة هذه نبغى نتكلم عن ليش تعد السوائل مهمة للجسم؟ أول شيء نبدأ إحنا إن شرب مثل ما تعرفون نشرب كمية كافية من السوائل وبشكل خاص الماء، يساهم في عملية الحفاظ المحافظة على قوة التركيز والأداء، غير أن في إنه يزيد وينمي القدرة على التحمل، وكذلك يمنع من الزيادات المتوسطة في معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، وأيضا إنها ترطب. الحين بنتكلم شوية بالتفصيل، هو ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، وهذا يرجع إلى إن التحميل تكون نسبة الماء في الجسم أقل من النسبة الطبيعية، أي هي أقل في الترطيب، ولا يمكن للجسم من تنظيم الحرارة بصورة صحيحة. الشعور بالتعب والإرهاق أكثر من الطبيعي، ومن ممكن أن تقلل القدرة على التفكير بشكل واضح، وتتأثر القدرة على التفكير والقدرة على اتخاذ القرارات والتفكير، تخيل أن يكون في بطء في وظائف الجسم بما في ذلك تفريغ المعدة، ما يترتب عليه عدم الشعور بالراحة فيها. الحافظة على العين وقوة البصر، الماء أيضا أنها تساعد على كثرة التعرق وترطيب الجلد والحفاظ عليه من الانتفاخ، المحافظة على الشعر وسقوط منع سقوطه، الماء يسهل امتصاص المعادن والعناصر الغذائية، وأيضا أن في أداء الرياضي أو التمرين فلن يكون جيدا بصورة كافية، ويزداد وضع سوءا في الحالة التي كان نشيطا وجافا في الجو الحار. نعم، أيضا أستاذة لمية، إذا إحنا ذكرنا أن هناك فوائد يعني مثل ما قلتي كثيرة للسوائل، أكيد لازم نعرف كيف ممكن أني أنا كشخص يعني أكثر من يعني من مثل ما نقول شرب السوائل، وخاصة في فصل الصيف. تعرفي نحن عادي بنشرب الماء، يمكن يعني الشيء الوحيد اللي نتذكره في الصيف الماء، لأن تعطشين والجو حار فتحسين دائما تبين تشربين ماء، بس كيف ممكن أني أنا أذكر نفسي أني أنا بحاجة لهذه السوائل وليس فقط الماء، ولازم أشرب يعني بكمية أكبر خاصة في فصل الصيف؟ أول شيء أهم نقطة، لازم تريين أنك أنت تكوني عطشانة عشان تبدين تشرب الماء، هذا أهم نقطة. وحط حولي دائما زجاج الماء أو غلفة الماء تكون قدامك موجودة عشان ما تتكاسلين ولا تتناسين عنها. وبعدين حط بس إن الماء تكون موجودة من عادات الصبح والمساء، حاولي قبل الوجبة بعد الوجبة تزيدين من شرب الماء، وتمرن على شرب الماء قبل تناول الوجبة مثل ما قلت لك. استغل هاتفك في برامج في التليفونات في أبس تليفون يقولك والله تذكير الماء، حطي هذا بس كل ساعة شوي كل ساعة شوي، ترى حلو بيذكرك بالماء وبتشربين سوائل. وبذا في ناس يقولك والله أنا ما أحب طعم الماء، أنا الماء ما في طعم، بس في ناس يقولك أنا ما أحب طعم الماء. أوكي ما علي، ما تحب طعم الماء، أضيفي نكهة خاصة مثلا عندك النعناع، البرتقال، الليمون،
عندك مثل الفراولة، في ناس يضيفون هالأشياء عشان بس يعني يتقبلون طعم الماي شوي. وبعدين غير عن كذي، مش بس في ماي ماي، في حتى أشياء تتكون من الماي، مثل أن فواكه تتكون من الماي، مثل شو؟ الفراولة، الطماط، البطيخ، الجريب فروت، الخوخ، البرتقال، الأناناس، هالأشياء. وعندنا خضار تتكون من الماي، اللي هو مثلا عندك الخيار، مثلا الخس، عندك مثلا هذا الزهرة، عندك الله محمد الباذنجان، هالأشياء بعد فيها كمية من الماي. نعم، فنحن نقول نقدر ناخذ الماي سواء على طريق شرب الماي أو عن طريق مثل ما نقول التقنيات الحديثة اللي تذكر الشخص أنه لازم يتناول الماي قبل ما حتى أنه يعطش. بس كيف يعني كأشخاص يعرفون احتياجاتهم من السوائل؟ يمكن في شخص يتناول أكثر من حاجته، ويمكن في شخص ما يتناول أصلا أو ما يعني يشرب كمية كافية من الماي. أنزين، أوصت اللجنة الغذائية الأمريكية إن شرب ملمتر واحد من السوائل مقابل كل سعرات حرارية تستهلكها من الطعام، وهذا يعادل لترين للنساء اللي يستهلكون 2000 سعرة حرارية، ولترين ونص من الرجال اللي هم يستهلكون 2500 تقريبا سعرة حرارية. أو بطريقة ثانية أقدر أجيار، عادة ما يعتبر ما يوصل بشرب 8 أكواب من الماي، اللي هو ما يعادل لترين ونص لترين ماي سوري، وهذا اللي يسمى 8 times 8 جدول 8 قاعدة 8 times 8. وعلى الرغم من قلة الأدلة العلمية على هذا، بس الناس تقول والله 8 خلاص أنا حاطة بالي 8 أكواب في اليوم. أوكي، على الأقل 8، لو إنها شوي يمكن أقل عن احتياجك، بس بعد 8 وايد أحسن من أنك ما تشربين شيء. ففي ناس يقولش والله أخذ قراصين الفي على صلاة الفجر، قراصين صلاة الظهر، قراصين العصر، قراصين المغرب، أنا تجيني أكتفي بالماء. إذن بعد إحنا راضين بهذا، المهم إحنا تأخذين قراصين وأكثر. نعم، فنحن نقول دائما يعني الواحد يحاول كثر ما يقدر انه يوصل له للمعدل الطبيعي من السوائل عشان صحته وصحة جسمه، وخاصة ان نحن مقبلين على فترة الصيف وفترة يكون الجو فيها حار والجسم يحتاج للرطوبة هاي اللي تأتي يعني الترطيب اللي هي مع شرب الماء. إذا بنتكلم أيضا أستاذة لمية عن الفرق يعني اللي الكل يتكلم عنه الحين، شو هو الفرق بين العصير والنكتار والشراب من حيث القيمة الغذائية وطريقة الصنع وفائدة كل واحد منهم؟ زين، العصير يكون معصور، طبعا أنا أتكلم عن العصير اللي هو فريش، مثل الروابي، مثل المراعي، هالأشياء العصير اللي هو يتكون من مصدر فاكهة ويكون محتواها 100% عصير بدون ملونات ولا سكر، ومكتوبة المكونات هي عصير فاكهة طبيعي، وبعض الأشياء تضاف عليه منكهات طبيعية خالية من السكر، وقد يضاف إليه فيتامين دي وفيتامين سي. إنزين، ليش يضيفون هذه؟ لا، عشان تعوض الخسارة في تخزين وهو صحي، وتكون عادة مدتها من يومين إلى 3 أيام. هذا احنا نتكلم عن عصير طبيعي. نعم. أوكي، بعدين نتكلم عن النكتار. النكتار اللي هي تكون مكون من عصير الطبيعي محتوى من الفاكهة 30% مع إضافة سكر. نعم. الشراب يكون غير، يكون عبارة عن عصير أو بالأخص ماي وسكر و 10% بس نكهة الفاكهة، يعني حتى مش الفاكهة، نكهة الفاكهة. يعني صدق الواحد لازم يهتم أثناء التسوق لمثل هذه المعلومات. إذا بنقول الأفضل طبعا العصير الفريش اللي ما في أي نوع من أنواع مثل ما نقول يعني ما في حتى مواد حافظة، العصير الفريش اللي يعني أوردي معصور الحين، أو العصير اللي ذكرتي أيضا توا اللي يكون فريش مدعم بفيتامين دال أو فيتامين سي. ولكن نبتعد لو بنقول أستاذة لمية عن النكتار أو الشراب اللي أصلا ما في أي قيمة غذائية تذكر يعني. بالضبط. نعم، فهل إذا قلنا هناك يعني يمكن عدم وعي كافي، أو هناك سهولة في موضوع أني أنا بحط العصير هذا والطفل بيتناول هذا العصير، هل الإكثار في تناول العصائر له تأثير سلبي؟ ما رحبت تخطيتي لي سؤالك؟ كنت أسأل أستاذة لمية، هل الإفراط في تناول العصير له تأثير سلبي على الجسم؟ طبعا، شوفي، في وايد من الأهالي
يعني مثلا يقول والله بناخذ العصير المعلب الأطفال هم بدل المشروبات غازية، اعتقاد ان هذا بيفيدهم اكثر، الا ان الكثير من الدراسات تثبت ان العصائر المعلبة تسبب مشاكل صحية قد تصل الى مرحلة الخطورة على الطفل، وان العصير الطبيعية هي خالية من المواد الحافظة اللي يتم تناولها وعصرها في البيت هي الانسب لصحة الطفل. الامتناع عن العصائر المعلبة لانها ليست منتجا طبيعيا، ومن الافضل بكثير بعطائها الفواكه لان الفاكهة فيها الياف ويقلل مستوى السكر في الدم، وهذا وايد مهم، وبالتالي انها ما تضر الجهاز الهضمي الغير مكنوله وخاصه البنكرياس. فاحنا نحاول قد ما نقدر ان ما نعطي اياه العصير لانه ما نبغى يرتفع السكر عنده ولا يدخل في مشاكل ثانيه. فانت لو تعطينا الياف هذا بيسهل عليه وانت قاوم في الامساك، وفي نفس الوقت في الياف بيتم معاه فتره، مو بكل شوي بقول اني يعان اني يعان اني يعان. صح بالتأكيد. وإذا بنقول أستاذة لمياء نصيحة عامة فيما يتعلق بأهمية شرب الماء والمشروبات الصحية خلال فترة الصيف والأثر السلبي لتجاهل هذا الموضوع. أول شيء أهمية شرب الماء في فصل الصيف اللي هو يرطب الجسم ويمنع البشرة نضارتها ولمعانها. من المعروف أن الجفاف في فترة الصيف بهتان لون البشرة تكون واللي تورق بعض من النساك في فصل الصيف، إلا أن شرب الماء يقضي على هذه المشكلة التي تعد عائقا للتمتع بحضور ملفت، زين، وبعدين يعوض السوائل المفقودة، يحاول إنه يعوضها بشرب الماء أو التعويض اللي قلنا مثل الفواكه أو حتى الخضار اللي ذكرناها قبل شوي، ويتعامل مع مشاكله في الجهاز الهضمي اللي هو شرب كمية جيدة من الماء يطرد السموم ومركبات السامة خارج الجسم ويجدد لخلايا الجسم اللي هي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على تجديد الخلايا وينظم درجة حرارة الجسم، وفي آخر شيء اللي هو يمنع الجسم الطاقة اللازمة اللي هو يعطيك طاقة في الجسم المساعدة على قطار ضد التعب والدوخة والركود. نعم، فهذه إذا بنقول أستاذة لمية أهم المعلومات اللي حابين نذكرها اليوم عن أهمية تناول المشروبات وخاصة الماء خلال فترة الصيف، وأكيد نحاول كثر ما نقدر نذكر أنفسنا والمستمعين بأهمية أن نحن نرطب أجسامنا خلال فترة الصيف ونتناول السوائل يعني بشكل يمكن حتى أكثر من الشتاء بشوي عشان نحافظ على صحة أجسامنا. أستاذة لمية مصطفوي أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي، أشكرك على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها اليوم في برنامج صحة وسعادة. يا بسرعة حبي. شكرا لك. مستمعين الكرام، بعد فقرة التغذية بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. يعد مستمعين سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطانات اللي تعاني منها كثير من النساء على مستوى العالم، وفي معظم الحالات يمكن الشفاء منه من خلال الكشف المبكر. في حلقة اليوم بنتكلم عن هذا النوع من السرطانات وعن أسباب وطرق الوقاية من المرض، حيث صرنا اليوم يكون معنا عبر الهاتف أو تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة إسراء محسن خليل، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صباح الخير دكتورة إسراء. صباح الخير، أهلين فيكم. يا هلا فيك دكتورة. إذا بنتكلم اليوم نحن نتكلم عن مثل ما نقول نوع من أنواع السرطانات الشائع والمنتشر، إذا بنتكلم عن أسباب هذا المرض. السلام عليكم ورحمة الله. مثل ما تفضلتي، سرطان عنق الرحم من الأنواع المشهورة بين النساء، ويعتبر من رابع أنواع السرطان انتشارا عالميا بين النساء. والحمد لله بسبب تقدم العلم وبسبب الفحوصات
الحين في الوقت الحالي لقد تم يعني انخفاض شديد في مستويات الوفيات واكتشاف المرض في مراحل مبكرة. فهو ملخص مفيد انه هو سرطان عنق الرحم هو يصيب عنق الرحم. عنق الرحم اذا ما الاريا هي المكان اللي يصل بين المهبل والرحم، اوكي، هو الجزء السفلي من الرحم. ممكن كطبيب ممكن يشوف هذا الجزء، ولهذا تم توصل الى طرق في اكتشاف المرض مبكر. أسباب المرض، يعني من أكثر أسباب المرض أثبتت الدراسات أكثر من 90 إلى 99% بسبب فيروس يسمى الفيروس الورم الحليمي البشري، اللي هو مختصر HPV، بعض العالم يعرفوه as HPV human papilloma virus. فالتعرض هو نوع من فالتعرض لهذا الفيروس في عن طريق العلاقة الجنسية أو المشاركة في بعض الأدوات الخاصة يؤدي إلى زيادة حدوث السرطان لدى النساء. وكذلك هناك عوامل أخرى مثل نقص المناعة عند المصاب. عادة يكون سرطان الرحم عنق الرحم يتواجد في المرضى اللي عندهم نقص المناعة البشري مثل الإيدز أو غير من الأمراض التناسلية. وأيضا هناك التدخين يعتبر عامل مهم أيضا في زيادة نسبة حدوث سرطان عنق الرحم. أنواع أخرى مقولة من الإيدز أو غيرها من الأمراض الجنسية أيضا تزيد. وكذلك النشاط الغير صحي في العلاقة الجنسية، الممارسة العلاقة الجنسية مع أكثر من شريك تعتبر عامل كبير لحدوث هذا النوع من السرطانات. نعم دكتورة، أيضا إذا بنتكلم عن أعراض هذا المرض، كيف ممكن المرأة تكتشف أنها مصابة بهذا النوع من أنواع السرطانات؟ هل له أعراض واضحة أم أعراض غير واضحة؟ أوكي، شوفي، أي سرطان في المراحل المبكرة عادة لا تكون له أعراض واضحة مع الأسف. فبينما الأعراض المبكرة التي قد تعاني منها المرأة قد تكون زيادة في سوائل مهبلية، رائحة كريهة، نزيف دموي قد يحدث بين دورة ودورة يعني غير طبيعي، نزيف بعد العلاقة الجنسية. بس أحب أطمن النساء، ليس كل نزيف معناته أنه هي تعاني من سرطان، بس أي نزيف خارج وقت الدورة الشهرية أو نزيف بعد الجماع يحتاج إلى تشخيص والذهاب إلى الطبيب لكي تقوم بالفحص وتعرف سبب النزيف. هذه الأسباب المبكرة للسرطان عنق الرحم. كل ما تقدم السرطان في مرحلته يزداد، فقدان الوزن، عدم الشهية، الوهن وإلى آخره. نعم دكتورة، لو بنقول شو هي الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟ الفئة العمرية عندما يظهر المرض في مراحله الشاملة بين الفوق 35 إلى 55، بينما هو قد بدأ من عمر العشرينات ولكن لم يشخص. فالفئة العمرية التي تظهر ونشخص فيه سرطان حمر فوق 35 سنة إلى 55. نعم دكتورة، نحن دائما ننصح المستمعين بالقيام لو مرة بالسنة بالفحوصات الدورية. هل ممكن للمرأة أن تقوم بفحص معين، أن تقوم يعني إجراءات مثل ما نقول احتياطية أو مبكرة إذا هي وصلت عمر 30، أن تقوم بفحص معين كل سنة تتأكد منه أنها غير مصابة بسرطان عنق الرحم؟ في الحقيقة سؤالك جدا مهم. الدولة وفرت مراكز صحية كثيرة، وكذلك المستشفيات يوجد فيها الفحص الدوري، ونسمي هذا الفحص خاص للنساء فاب سمير، يعرفوا مسح أو مسحة عنق الرحم بالعامي. وننصح أي امرأة متزوجة أو في بعض الجنسيات الذين يباشرون علاقة جنسية مبكر أن يقوم بفحص الدوري، وينصح بأخذ هذه المسحة من عمر 21، في بعض البلدان من عمر 25، ومفضل أن تكون دورية. إذا كانت المسحة الأولى طبيعية، المسحة الثانية بعد سنة أو بعد 3 سنوات.
حسب الفئة العمرية. والحمد لله في مستشفى لطيفة والكثير من المستشفيات، معظم المستشفيات إذا ما كلها في الدولة توفر هذا الفحص للنساء. نعم دكتورة، نحن الحين في صدد الحديث عن التطعيمات، مثل ما للفحوصات الدورية أهمية قصوى لوقاية المرأة من مثل هذه الأنواع من السرطانات، أيضا للتطعيمات دور كبير ويعني نعم. أثرها أكيد تم النظر فيه، مثل ما ذكرتي أن الحين الأعداد ولله الحمد تقل ما تزيد في موضوع عنق الرحم، إلا أهمية التطعيمات اللي هي تكون قبل الزواج. لو بنعرف المستمعين بشكل مبسط على هذه التطعيمات اللي ممكن المرأة تأخذها قبل الزواج. نعم، من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض هذا المرض وتشخيصه في مراحل مبكرة هو هذا التطعيم. فمنظمة الأغذية والعقاقير الأمريكية نصحت باستخدام لقاح ونسميه لقاح الجاردسيل للفتيات والنساء. طبعا مثل ما نعرف الوقاية خير من العلاج، فنحن نحكي على الوقاية. فنحن اللقاح استهدأ في الفئة العمرية اللي تتراوح بين 9 سنوات إلى 26 سنة، ومفضلا قبل الزواج أو قبل بدء العلاقة الجنسية في بعض المجتمعات. ولهذا دخلوا في يعتبر هذا اللقاح جزء من اللقاحات المدرسية. وهنا في الإمارات أيضا تبنت الوزارة الصحة وتدخيل هذه اللقاحات في المدارس الإعدادية والثانوية للبنات، لأن كل ما أخذت الفتاة اللقاح في عمر مبكر إذا قبل سن 15 الاستجابة للقاح تكون أكبر. مبدئيا مفضل قبل الزواج وقبل بدء العلاقة الجنسية، لأن هذا اللقاح يشتغل على معظم أنواع الفيروس الورم الحليمي الذي يسبب سرطانات عنق الرحم. وقد أثبتت الـ FDI منظمة الأغذية فعاليته بما يقارب أكثر من 95% من منع حدوث هذه السرطانات. ففعلا اللقاح هو طريقة آمنة لحماية بناتنا والمستقبل. أتوقع إذا كل واحد يلتزم في اللقاح في المستقبل ممكن لا نجد هذه الحالات. نعم الحمد لله على وجود أيضا دكتورة التطعيمات ووجود الوعي لدى يعني الفتيات الحين قبل الإقبال على الزواج. تشوفين الناس تعرف أن في تطعيم، لازم أنا أخذ هذا التطعيم، لازم أحصن نفسي من مثل هذه الأمراض. إذا بنقول شو هي دكتورة مضاعفات يعني سرطان عنق الرحم؟ لديه مضاعفات كثيرة. يعني أولا هي تبدي بالمرحلة المبكرة من الروائح الكريهة والنزيف الغير منتظم بين دورة ودورة. وإذا لم يعالج ولم يشخص السرطان رح ينتشر ينتشر إلى الرحم. قد تفقد في حالات قد تفقد قدرة الفتاة على الإنجاب، لأنه من السرطان انتشر إلى بطانة الرحم، الرحم يحتاج إلى إزالته، فلا تستطيع أن تحرم من الإنجاب. بالإضافة إذا وصل إلى مرحلة متقدمة أكثر قد تحتاج إلى الأشعة، قد يهدد حتى حياتها، يؤثر على الكلية، يؤثر على وظائف الكبد، إلى آخر شيء بعد الشر أنه فقد الحياة. نعم، فنحن نقول دائما دكتورة لا سمح الله يعني الشخص لا يعني ما في حد يتمنى أنه يوصل لهذه المرحلة، فدائما نقول الوقاية نعم. خير من العلاج. وقاية الشخص أنه بقيامة بالفحوصات الدورية، أخذ للتطعيمات، خاصة النساء بيكونون بإذن الله يعني بعيدين عن هذه الأمراض، أو حتى إذا أصابوا بيكونون اكتشفوا هذه الأمراض بشكل مبكر وليس في يعني مراحل الخطورة مثل ما ذكرتي. دكتورة في الختام نبي نتكلم معك عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى لطيفة لمرضى سرطان عنق الرحم. في يوجد 6 عيادات يومية تقدم خدمات مباشرة للنساء، في من فحص الدوري للرحم لعنق الرحم، المسحات أيضا ليس أني مسحة عنق الرحم، نحن أيضا في مستشفى لطيفة في مسحة الفيروس
نحن في عندنا فحص اللي هو المسبب لسرطان عنق الرحم الـ HPV اللي هو الورم الحليمي البشري. فنحن نفحص أيضا عنق الرحم، ما أيضا نأخذ مسحة لوجود الفيروس في الجسم. فإذا وجد هذا الفيروس في الجسم، في أيضا الحمد لله في توفر الفحص هذا قريبا آخر 5-6 سنين، وجد أنه نعرف نوع الفيروس، لأنه في أكثر من 100 فيروس من الورم الحليمي البشري، ليس معظمها يسبب السرطانات، في أنواع قليلة الخطورة، في أنواع عالية الخطورة. فعندما نكتشف أنه هذه المرأة حاملة إلى الفيروس العالي الخطورة، يكون الاهتمام والمتابعة الفترة الزمنية بين مسحة ومسحة أقصر. فهذه هذه الأشياء اللي أحب أن أوصل رسالتي إلى النساء، لو عندها فيروس مو راح تظل إنه الفحص كل سنة أو 3 سنين، راح يقل فترة بين مسحة ومسحة 6 أشهر لما نتأكد إنه الفيروس ذهب من جسمها. في عندنا أيضا وحدة المنظار الداخلي، لو كانت لو شكينا إنه في المسحة في بعض التغيرات المبكرة للخلايا عنق الرحم، نحولها إلى وحدة المنظار الداخلي. هي عبارة عن منظار داخلي، نضع صبغات معينة وممكن نأخذ خزعات من الخلايا اللي نشك إنه قد بدأت التغيير، ولهذا نباشر العلاج في مرحلة مبكرة بدون ترك آثار جسيمة على جسم المرأة. وبالإضافة طبعاً لا سمح الله لو وصلتنا المريضة في مراحل متأخرة، يتوفر مستشفى لطيفة العمليات الجراحية وكل العمليات التي ممكن استئصال الرحم أو استئصال عنق الرحم. نعم دكتورة، هل هناك نصيحة أخيرة حابة تقدمينها للمستمعات فيما يخص موضوعنا لليوم اللي هو سرطان عنق الرحم؟ طبعا مثل ما قلنا، ده أهم نصيحة، الوقاية خير من العلاج. لازم تكون ثقافة في المجتمع، في بعض مع الأسف في بعض الأولياء الأمور عندما نعرض اللقاح على بناتهم يقولون لا نحن واثقين، نحن من بناتنا، يعني في تردد من أخذ اللقاح. فهذا اللقاح هو حماية، لأنه هذا الفيروس هو فيروس قد ينتقل حتى عن طريق العدوى ملامسة أو في فترة قلة مناعة الإنسان يهجم هذا الفيروس إلى الجسم. فالوقاية هو خير من العلاج. فهي أهم نصيحة، أنه الالتزام في الفتيات وخصوصا في العمر اللي بعد موج عمر بين 29 ولم يبدأ ولم يحصل الزواج أو العلاقة، أنه المباشرة وأخذ هذا اللقاح. المرحلة الثانية من الوقاية هو الفحص الدوري، إنه الالتزام بفحص الدوري لكل متزوجة أو كانت متزوجة، إنه تجي في تعمل تشيكاب، تأخذ المسحة وحسب المسحة وتتبع إرشاد الطبيب. أيضا الحياة الصحية الممارسة الجنسية الصحية، الالتزام باستخدام الباقي الذكري، عدم تعدد شركاء العلاقة الجنسية، إذا كان واحد مدخن ابتعاد عن التدخين، لأن التدخين يزيد فرصة كل أنواع تقريبا السرطانات ومن ضمنها عنق الرحم. نعم دكتورة، أيضا نحن دكتورة نضم صوتنا لصوتك فيما يخص مثل ما ذكرتي وقاية أفراد المجتمع، أن الشخص حتى الأمهات يكونون على وعي كافي بأهمية هذه التطعيمات وبأنها شيء مبعب ولازم البنت تأخذ هذا التطعيم في المدرسة وأن أهمية أيضا هذا التطعيم. شكرا لك دكتورة إسراء محسن خليل، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء، أشكرك على وقتك اللي منحتي لي برنامج صحة وسعادة دكتور. شكرا، جزاكم الله خير، مع السلامة. مع السلامة مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة برنامج صحة وسعادة. أشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي ومن نور دبي، كل الشكر لي اليوم في التنسيق والمتابعة كان معنا زميلنا أحمد سلامة، وكذلك رافقنا في هذه الحلقة الزميل ماجد الجناحي، وكان معنا اليوم في الإخراج مخرجنا ناصر السليمي، وكنت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.